مرحبا، واضح صلاح عزازي بطل عالم في الكيك بوكسينج من قرية الكفر القديم. وانا من ثغرة كل ما اشوف بروسلي كنت يعني اتمنى ان انا ازاي، ما هو بروسلي ازاي بطل عالم، طب ازاي انا ما بقاش بطل عالم وكده. فدي طبعا كانت ادتني حافز ان انا اكتب في الاجنده ان صلاح عزازي بطل عالم كونفو. احنا انتشرنا في بيئه ريفيه في الريف بردك، كان ايام زمان كان عندنا يعني طبعا كان بحسون على القوه والصلابه والشهامه، فدي كانت بتديني حافز كبير جدا. وبتمرن تمرين قاسي، والواحد كان صغير كان بتمرن يوميا. كان عندنا ارض وبعناها عشان طبعا اللعبه بتصرف، الرياضه بتصرف، بتصرف مصاريف. فالحمد لله يعني امي واهلي بذلوا معايا، فقالوا يا ابني معلش احنا ممكن نعمل معاك الحاجه ديت عشان ايه؟ عشان انت توصل للهدف بتاعك. الحمد لله حصلت على 18 بطولة، من أفضل البطولات اللي طبعا اللي كانت لقيت فيها عصارات وحريفة وأقوياء في لعبة الكيك بوكسينج. كانت في أمريكا وكانت في ألمانيا وجنوب أفريقيا. أنا رفضت الجنسية في أمريكا وبرضك عرض عليا في ألمانيا ورفضتها عشان نفسي بلدي. أنا بحب، أنا نفسي أعمل حاجة في بلدي في الكيك بوكسينج، واللي أنا أنشر اللعبة هنا في مصر واللي أنا شفته في أمريكا وفي أوروبا نفسي كنت أعمله هنا في مصر. مش كده الموضوع بيجي طبعا، انت بتبدا ومن بدايتك وبتبدا صح ويكون عندك عزيمه واراده، بتلاقي ايه؟ بتلاقي كل الهدف بتاخد بتسندك بتسندك لغايه لما توصل للهدف اللي انت عايزه. ما دام عندك عزيمه وإرادة.